النجمة الجميلة ديني سبايس جيرل تشارك زوجها المطرب بارش بالغناء أثناء وجودهما في الحجر المنزلي. التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم أحبائي على قناة موتيفي. نشرت النجمة الجميلة ديني سبايس جيرل فيديو لها وهي تشارك زوجها المطرب بارش بالغناء أثناء وجودهما في الحجر المنزلي. يذكر ان الاغنيه التي شاركت دينيز بالغناء فيها مع زوجها كانت نفس الاغنيه التي غناها لها زوجها بارش في حفل زفافهما. İyi günde, kötü günde elimi tut, bırakma sonsuza dek sen benim ben senin. وقد نالت دينيز إعجاب الكثيرين مما شاهدوا الفيديو وطلبوا منها نشر المزيد من الفيديوهات لها وهي تغني. يذكر إن آخر أعمال دينيز هو مسلسل الخادمات الذي لم يحظى بنسبة مشاهدة عالية. Sometimes I wonder why you keep talking like you don't.